سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اذا اول مره تشوفوني مرحبا بكم، عندي معكم اكرام. واذا كنتم مشتركين ديجا اون سو غوتروف اوجوردي بور اون نوفيل فيديو اللي وعدتكم فيها. في الفيديو اللي فاتت اللي قلت لكم ندير لكم ريفيو على لو جيل نيتوايون، هذا جيل نيتوايون غارني سكين اكتيف. وقبل ما نبدا ما تنساوش تتابعوني في انستغرام، دوك نحطه لكم جوست ايسي. وهيا نبداو بجاي كيما هكا سو بريزونت كوم سا، مكتوبه فيه بور اكتيف 3 زونا شاربون انتي بلاكيدز، يعني ضد البقع السوداء، يزيل الرؤوس السوداء من اول استعمال، يعني من لا بروميير فوا اللي راح تستعمليها راح يقضي لك على الرؤوس السوداء. اون فيرا. وهذا الحاجه اللي عجبتني فيه تانا سي كو 3 زونا، واش هي؟ غسول تقدري تستعمليه كوم ان جيل نيتوايون شاك جور، وثاني تقدري تستعمليه كوم ان غوماج سكراب مقشر يخفف الرؤوس السوداء العنيده، وتاني تقدري تستعمليه قناع يزيل اللمعان، يعني الوجه المزيت هذاك قالك هذا ينحي لك على ينحي اللمعان. فوالا، مخدوم بفحم طبيعي زائد حمض الساليسيليك. حمض الساليسيليك هدايا نلقاوه في القارص سيترون، نلقاوه مليح بزاف لي بوغ ومليح تاني للي بوان نوار. تم اختباره من قبل اطباء الجلد. فوالا، لا تكستور تاعو جايه كيما لي ماسك، ماهوش جل شتو ثقيله كي تحطيها على بو اون ديري قاعده ديري في ان ماسك، فيه واحد الحبيبات كيما السكر شويه ماضي على لابو كي ديريه جونج جايه كريستاليزي. فوالا، لا كولور جايه نوار باسكو سي نورمال، مخدوم بالشاربون. بور لو بري شريتو ب 120 الف، لقيتو في كوزميتيك قالو كاينين دي كوزميتيك يبيعوه كثار، دونك سا دي بون انتوما على الكوزميتيك اللي تشريو من عنده. ليتا د ما بو قبل ما نستعملو كيما حكيت لكم في الفيديو اللي فات، هذا كان الجيل نيتوايون ولو عندي لي بور ولو عندي دي بوان نوار. كي شفت هذا في الكوزميتيك جو مسوي دي هذا اللي لازمني، هذا اللي راح ينقذ لي وجهي هذوك الايامات، سورتو كي شفت مكتوبه فيه يزيل الرؤوس السوداء من اول استعمال. هاد الحاجه اثيرتني باه نشريه. كيف ما كنت نستعمله كيما كنت نستعمله جيل نيتوايون اللي قبل وبعد دو فوا بار جور، مره صباح ومره العشيه. في الاول كنت نستعمله غير جيل نيتوايون، ما استعملتوش يعني غوماج ولا ماسك، جوست كان كنت نغسل به وجهي وخلاص. كنت لازم نستعمل معاه كريم ايدغاتونت، انا بور موا لازم اون كريم ايدغاتونت باسكو هذيك هي اللي تمد الاشراق للوجه، لابومين باه تحسي وجهك فخاشيتو، لازم لك اون كريم ايدغاتونت. ونروحو دركا الحوايج اللي عجبوني فيه. واش عجبني فيه؟ اول حاجه اثرتني فيه هي 3 زونا، ايماجين جيل نيتوايون غوماج ماسك يا با ميو. فوالا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هي كنت كي نغسل به انا كيما استعملته في الاول كوم ان جيل نيتوايون، كان يمد لي واحد ليكلا كي نغسل وجهي، جو نحس بوجهي ضاوي، نحس واحد الاشراقه في وجهي. وثاني واش كان يعجبني فيه سي كو كان نيتواي سوبر بيان، يعني كي تغسلي به وجهك انسي انك تزيدي تستعملي تونر ولا حاجه واحده خلاف، جوست تستعملي هذا برك لابو تاعك تولي بيان نيتواي. الحاجه الثانيه اللي كعجبتني فيه هي لا كونتيتي تاعو. ايماجين كنت نغسل به وجهي صباح وعشيه وما فضش وبقى لي فيه وين حبستو، يعني انا اللي حبستو وخليته جوست ان غوماج. ساعات نديرو غوماج ساعات نديرو ماسك انا والغوستو. كي كنت نديرو ان غوماج يغومي سوبر بيان، سورتو فيه واحد هكا الحبيبات لي بيلف هذوك تاع الشاربون، كان نيتواي تحسي تقشير تاع الصح لابو كوم ان ماسك. كي ديريه ان ماسك يمدلك واحد ليكلا واحد لابغيونس. هو مكتوبه فيه لهنايا باللي يزيل اللمعان، شفتو يزيل اللمعان بصح يخلي لك هذيك اللمعه تاع لا بون مين في لابو، يعني مش وجهك راح يولي مات. هذه الحاجه اللي روماركيتها فيه، كاينين دي ماسك يكونوا للبشره الدهنيه كي تستعمليهم تحسي بوجهك شاح بزاف، هذه لا او كونترير كنت كي نستعملو يخلي واحد ليكلا تاع لا بون مين. هذه الحاجه اللي كانت عجبتني فيه. وروحوا دركا الحوايج اللي ما عجبونيش فيه. اول حاجه هي لا تيكستور تاعو، كي تستعمليه كوم ان جيل جايه ثقيله بزاف، اون ديغي قاعده تستعملي في ان ماسك ماكش قاعده تستعملي في ان جيل، ماهوش موسون زعما ما يرغويش ولا حاجه، لا تيكستور تاعو ثقيله بزاف. ثاني حاجه ما عجبتنيش فيه سي كو هذوك الحبيبات اللي فيه تاع الشاربون جايين ماضيين بزاف، اون ديغي جايين كريستاليزي. فوالا هذا هو لو تيرم، جايين كريستاليزي. كي تستعمليه تحسيه شويه اغريسيف على بو، مش راح يجرحك هكا ولا حاجه، بصح شفتوا السكر كي تستعملوه في وجهكم هكاك هذا كي تستعملوه تحسوا نفس لا سونساسيون بعد. فوالا، كاتبين يزيل الرؤوس السوداء من اول استعمال، هديه
rien à voir مع الرؤوس السوداء, rien à voir مع لي بوين نوار, جو ما حسيتوش كاريمون لا كان قضى لي على لي بوين نوار ولا نقص لي لي بور والو اون ديري با, لكن قاعده نستعمل في حاجه بيغ اكتيف زعما للي بوين نوار اي تو, ما حسيت حتى فرق من اول استعمال لاخر استعمال. استعملته كومون جيل ما حسيتش بفرق, استعملته كومون غوماج ما حسيتش بفرق, استعملته كومون ماسك كيف كيف. يعني رؤوس سوداء كون هذا البرودوي كتبوها هكاك برك جيل نيتوايون خلاوه ما زادولوش الرؤوس السوداء العنيده وما نعرفوش هي بالك نورمال جي اكسبتابل, بصح بها انه يكتبوا يزيل الرؤوس السوداء من اول استعمال نو, هاد الحاجه ما شفتهاش فيه خلا. يعني من ورا ما استعملته ما حسيتش بلا ديفيرونس في لابو تاعي, هو صحي نيتواي لابو يقوميها بيان اي تو, بصح انك تحسي بلا ديفيرونس زعما نقصوا لي بور ولا نقصوا لي بوان نوار نو غيان افوار. يعني مع المكتوبه الحاجه لهنايا ما كانش حتى علاقه مع الاستعمال. فوالا اني نعاود نشريه ولا لا, جو بونس با نستعملو كانه راح يقضي لي على الرؤوس السوداء ولا على لي بور. نعاود نشريه ولا لا, نستعملو بلا كومان ماسك, نعاود نشريه بلا كومان غوماج, بس حبه اني نستعملو جان نيتواي يقضي لي على لي بوان نوار ولا لي بور نو ما نعاودش نشريه. ننصحكم به ولا لا, فهذا كيف كيف انتم ما تقدروا تستعملوه كومان غوماج كومان جيل نورمال, يعني مش راح يقضي لكم على الرؤوس السوداء ولا على لي بور, بصح لي كلا هذاك النيتواياج هذاك اللي ديروا للابو مليح ننصحكم به, بصح انك عندك دي بور وتحوسي على سوليسيون وتروحي لهذا نو ما ننصحكش به. فوالا وهيك نكون وصلنا لا فين تاع لا فيديو, ان شاء الله تكون عجبتكم, اذا عجبتكم ما تنساوش دي بوس فيغلو هكا باه نعرف بلي الفيديو عجبكم, وما تنساوش تانا تبارطاجوه مع صحاباتكم لي انتريسي بلي برودوي كوزميتيك. كادركا معليا غير نودعكم ونقول لكم تهلاو في بعضكم, يلا في خوشان فيديو ان شاء الله. سلام.